أطول تصريح عقب مروكم من الحبس. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة هذا إفراج بطعم لا إفراج حقيقة. إحنا خلينا ورانا رفاقنا، خلينا ورانا رجال أشداء. والله إن شاء الله إذا وقت مناسب هذا الله. لبديل انت قرار المصير. انت سبحان الله منصور، ما تشدي ولا يحضر في الله يا ربي. حامدتك يا ربي، حامدتك وخيرك. قولوا معي اذا يعطوك الصلاه. هاي شد.